دكتور محمد، اول صوره وهو المغص الكلوي، حضرتك تقدر توصفه لنا ازاي؟ شكل الالم ده بيبقى عامل ازاي؟ ازاي الناس فعلا بتعاني من هذا الالم؟ هو المغص الكلوي ليه مميزات تعرفنا عنه وعن حاجات تانية زي مغص نتيجة القولون أو مغص نتيجة ألم العضلات. أول حاجة الشدة، شدة المغص الكلوي بتكون فظيعة، إن المريض ممكن يتلوى على الأرض ويقعد يخبط في الجدران من شدة الألم. تانية حاجة إن الوجع بيكون في الجنب من الخلف في الأكتر، ما بيكونش من الأمام. تالت حاجة إن الوجع ده ممكن يسمع في أماكن مختلفة زي منطقة الخصيتين، منطقة أسفل البطن. رابع حاجة إنه مصحوب بموضوع الترجيع وشعور ألم وحرقان في البول، وفي بعض الأوقات يكون في دم في البول. دي أشهر العلامات اللي بتبين المغص الكلوي، من حاجات أخرى بتختلف معنا فيه. ممكن المريض يصحى من النوم بالألم ده دكتور؟ ده هو من علاماته إن العيان في لحظة واحدة تنقلب حياته 180 درجة، بعد ما كان في هدوء يحس بألم بشع مش بالتدريج. تمام، يعني هو ما بيبقاش له مقدمات؟ في بعض العيانين بيبقى فيه مقدمات، في بعض العيانين ممكن مباشرة بدون مقدمات. تمام، خلينا ناخد الصورة اللي بعدها. الصورة اللي بعدها بتحكي عن أماكن ووجود الحصوات، هل بيختلف المريض اللي بيجي يتألم إذا كانت الحصوة في الكلى أو الحالب أو المثانة؟ وهل في أماكن مشهورة عند حضراتكم هي الأكثر تكوينا للحصوات؟ هو بالنسبة للأماكن الأكثر تكوين الحصو، الحصو في الغالب يتكون في الكلية، لكن بعد كده لما بيتحرك ممكن يسيب أحواض الكلية أو جيوب الكلية وينزل في الحالب، وهنا المنطقة اللي بيكون الألم معها فظيع، اللي هي لما الحصوة تكون في الحالب. وكل ما كانت الحصوه في اسفل الحالب كل ما الالم بيبقى فظيع اكتر وبيسمع في المنطقه السفليه اكتر، لغايه لما بينزل في المثانه او يعدي من وجه البول ده بيكون العيان استريح. لكن بالنسبه للتكوين فمعظم تكوين الحصوات بيكون في حوض الكليه او داخل الكليه نفسها. يعني افهم من حضرتك ان ممكن الحصوه تنزل لوحدها؟ اه طبعا، لو الحصوه حجمها اقل من قطر الحالب ده ممكن تنزل بسهوله جدا، لو هي في حدود 1 او 2 او 3 مللي ممكن العيان ما يلحقش يحس بيها خلال 3 ساعات تكون عدت. بيشوفها المريض يعني؟ ساعات بيشوفها وساعات لا، بتعتمد على المريض وبتعتمد على نوع الحصوه، لو هي صلبه وشديده او لو هي بتتفوت على هيئه بلورات وما تلحقش يشوفها. طيب لو احنا قلنا ان احنا عندنا في الصوره بتاعتنا حصوه في الكلى وحصوه في الحالب وحصوه في المثانه، الدكتور محمد يقدر يقول مين هي اخطر الانواع او اشد الانواع او اشد الاماكن وجودا؟ اشد الانواع واخطرها الحصوات اللي في الحالب، لان الحالب ده يعتبر اضيق حته في الجهاز البولي ما بين الكليه والمثانه، دول واسعين شويه بعض الشيء، فوجودها في الحالب هيسبب سده وارتجاع للبول في الكليه وعدم خروج البول من الكليه، ده اخطر مكان وده اللي بيسبب الم شديد وده اللي ممكن يعاني منه الناس اكتر. بالظبط، بشكل اكتر. طيب خلينا ناخد الصوره اللي بعدها. الصوره اللي بعدها شكل وانواع الحصوات. الحقيقه انا لما شفت الصوره ديت انا يعني ذهلت، هل هو انا كنت فاكر ان الحصوه دي شكل واحد حصوه وخلاص، فاتضح ان في انواع للحصوات وفي اشكال متعدده للحصوات. عايزين نفهم من حضرتك ايه الصوره دي تعبر عن ايه وتفرق مع المريض ايه. احنا عندنا في المسالك البوليه اشهر انواع الحصوات هي انواع الكالسيوم كونتينج ستون، الحصوات اللي مكونه من الكالسيوم في الاساس، دي تعتبر 80% من انواع الحصوات. بعد كده في انواع اقل اهميه عندنا زي اليوريك اسيد، بس دي في دول زي دول الخليج ممكن تكون 20 ل 30%. تمام. بعد كده في انواع نادره خالص اللي هي زي السيستين ستون والاستروفايت ستون، دي من 3 ل 5%، والسيستين دي 1%. الفرق بينهم ان في حصوات بتبقى لها اثر وراثي 100%، يعني السيستين دي مش هتيجي الا في عيله كلها اهلها بيكونوا النوع ده. تمام. الاستروفايت ديت نوع من الحصوات اللي بتتكون في بيئه بوليه مليئه بالصديد، وللاسف الحصوه بتوصل لحجم ضخم جدا، بس برضه نحمد ربنا انها مش نسبتها مش عاليه جدا زي 3 ل 4%. الحصوات اللي بتهمنا جدا هم النوعين اللي فوق دول، اللي على الشمال اللي هو الكالسيوم ستون، ودي 80%، دي نتيجه يا اما فرط في تناول الاوكزالات ودي من اشهر واهم الاسباب، يا اما الملح الكتير ونزول الملح في البول اللي بينزل معاك كالسيوم في البول. الجزء الثاني اللي هو اليوريك اسيد، دول الجماعه بقى اصحابنا بتوع اكل البروتين، البروتين الكتير بينزل ايه اليوريك اسيد كتير في البول. فالانواع المختلفه هتفرق معانا هي اتكونت منين وازاي نقدر نمنعها بعد كده، وساعات بتفرق معانا في طريق علاجها، لان مثلا اليوريك اسيد ساعات ممكن ندي دواء يدوبها وهكذا. انما تفرق في شده الالم دكتور محمد؟ يعني هتوجع اكتر من شده يعني الالم هتعتمد مباشره على حجم ومكان الحصوه، كل ما كانت الحصوه مش نوعها. تمام.